قلبت عدنان زياكين؟ الليلة عم تحتفلوا بالخطوبة ما؟ نهال خانو ممكن تعليق؟ مهند بيك انخطبتوا شي؟ ممكن تقدموا شي للصحافة؟ ممكن نعرف إذا في عرس يا شباب قريب؟ ايه اليوم خطبنا وإذا بتسمحوا لنا بدنا نحتفل نحن. ممكن نعرف شو شعوركم؟ نهال خانم في شي خاص حابة تفرحي فيه للصحافة؟ كتير مبسوطين يا شباب رجاء تصبحوا على خير. أنسى نهال بس نهال خانم بس هذا السؤال شعوني عليك. اهلا وسهلا. اهلا فيك. مرحبا. مرحبا. الف مبروك. شكرا لك. اعطيني. اهلا وسهلا. تعالي. ألف مبروك. عبالك. شو الأخبار؟ مرحبا. ألف مبروك. أمني خلصت. تسلم. أمني خلصت من الصحافة. الحمد لله. يلا كاسكو. عم تشربي كتير. ما عم بسمعك. عم بقول لا تشربي كتير. شو بك هذا تاني كاس؟ كتير حلوين. شوفي شو لابقين لبعضهم البعض. وهن اللي مبين عليه كتير مرتاح. وقت اللي كان حاطط بشرة ما كان هيك بنوم. واضح انه هلا كتير مبسوط. رجعت له حيويته. خلص بعدين بشوفك وبنحكي. هاي لوين؟ لا تخافي خطيبك ما بيضيع. انا جاي ما راح طول. شو هالي بارك؟ لا راح حابة تشوف خاطري. تمام تعال. يا الله حلو كتير وانا طار عقلي فيهم. يا الله كنت معك اليوم لاني مبسوطة كثير. خليكم هيك الله يسعدكم. شكرا لك. عبالك كمان. حبيبي لا تتركني لوحدي. انا هون. يلا نعم. ماشي. عفوا. الكل عم يطلع عليكم. لا تبالغوا، كلياتهم بحالهم مبسوطين. انت هيك بتفكر. اشرب. تعالي.
علاء شو الاخبار؟ خطبتوا؟ تعال الف مبروك. شكرا. شوفك. مع السلامة. هي مو كانت رفيقة بشرى؟ ايه زينب. عم تطلع علينا. هلا بتوصل الخبر لبشرى. معناتها رح خليها تشوف شي تاني. نهال انت خطيبي شو فيها؟ لكن احنا ما انا مضطرين نثبت لحدا اي شيء. انت منيحة؟ بلا ما نروح على البيت ما عبت لك راسك السهرة؟ طيب ماشي، لوين بتحب تروح؟ على البيت اللي بالساحل. ما بيصير. ليش؟ حابة يكون معك لوحدنا. حابة ضل أنا وأنت وبس، ما بقينا لوحدنا ولا مرة لحد هلا. رايحين على البيت.